وقعت هيئة علماء المسلمين وجامعة جرش اتفاقية تعاون علمي، جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين إلى جامعة جرش، ولقائه بالأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني رئيس جامعة جرش. قمنا بزيارة جامعة جرش في مدينة جرش العزيزة، والتقينا بالإخوة في الجامعة وعلى رأسهم الدكتور عبد الرزاق بني هاني رئيس الجامعة، الذي استقبلنا هو والإخوة نائبه وعمداء الكليات بكل ترحاب، وأجرينا لقاء تبادلنا فيه وجهات النظر حول ما يجري في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا، ووجدنا اهتماما كبيرا بما يجري في العراق وحبا جارفا وقويا للعراق من قبل الجميع، وهذه ليست غريبة على إخواننا في الأردن، أينما ذهبنا نجد هذه العاطفة وهذا الحب للعراق. وفيما يخص الجانب العلمي تبادلنا وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع توقيع الاتفاقية بين جامعة جرش والقسم المهني في هيئة علماء المسلمين في موضوع التعاون العلمي والثقافي بين الجامعة والهيئة، ولا سيما موضوع رعاية الطلبة العراقيين الموجودين في الأردن أو القادمين من العراق. أنا بدوري أشكرهم نيابة عن الإخوة في القسم المهني والهيئة عموما والعراقيين جميعا على هذه العواطف وعلى هذه البادرة وعلى هذا التعاون، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه الاتفاقية ثمرة لتعاون كبير جدا في المستقبل. وأشاد رئيس جامعة جرش عبد الرزاق بني هاني بجهود الهيئة ودور الشيخ الراحل حارث الضاري المقاوم للاحتلال والداعي إلى وحدة العراق والحفاظ على إرثه الحضاري. تشرفت ظهر هذا اليوم 25 من سبتمبر 2017 بهذا اللقاء الطيب مع أخي وحبيبي الدكتور مثنى حارث الضاري رحم الله والده، كان قدوة وكان نموذجا يحتذى بالشجاعة والعلم والصبر والمثابرة، دفاع عن حقوق الأمة وحقوق العراق والعراقيين، واعتقادي أنه كان حبه للأردن وورثه لكم إن شاء الله. أنا أكرر ما ذكرته أمام حضرة أخي وصديقي الدكتور مثنى حارث الضاري بأن في رقبة كل أردني دين للعراق، لم يقصر العراق بحق أمته من المحيط إلى الخليج حتى وصلت إلى أطراف العالم الإسلامي بإندونيسيا. سمعت كثير من الطلبة الصينيين من الإندونيسيين الماليزيين بأنهم كانوا مبتعثين على حساب العراق وما زالوا يحملوا هذه الأمانة في أعناقهم نحو العراق وأهل العراق. الآن العراق يتعرض إلى محنة. نحن في جامعة جرش نكن كل احترام للعراق وأهل العراق، وبخاصة هيئة علماء المسلمين، وإن شاء الله أن تكون هذه مبادرة واتفاقية بادرة خير، لن نقصر معكم إن شاء الله. حصلت على موافقة مجلس الأمناء الكريم على أنه إعطاء ميزة ومعاملة تفضيلية لأبنائنا الطلبة الذين توصي بهم هيئة علماء المسلمين إن شاء الله. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الدكتور مثنى الضاري والدكتور عبد الرزاق بني هاني 21 بندا للاهتمام بالطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة وتمكينهم من الحصول على الرعاية العلمية والأكاديمية. وقد أهدت رئاسة جامعة جرش درع الجامعة لفضيلة الدكتور مثنى الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين. يذكر أن القسم المهني في هيئة علماء المسلمين سبق له أن أبرم اتفاقيتي تعاون مع جامعتي عمان الأهلية والإسراء لما فيه الخير والمنفعة للطلبة الدارسين والاهتمام بشؤونهم.